بعد فوز منتخبنا على بوركينا فاسو النهاردة كل الجماهير المصرية هتتابع مباراة المنتخب الوطني مع منتخب غينيا بيساو، وده ضمن منافسات تصفية كأس العالم 2024 واللي هتتلعب على استاد 24 سبتمبر في العاصمة الغينية بيساو. يسعى منتخبنا أنه يفوز في هذه المباراة لمواصلة اعتلاء صدارة المجموعة وأيضا الاقتراب أكتر من حلم التأهل لبطولة كأس العالم. احنا عندنا تفاصيل كتير محتاجين نتكلم عليها النهارده مع محمد مهدي الناقد الرياضي. صباح الفل يا محمد، اهلا وسهلا بيك. صباح الخير يا مصطفى، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين، وكل سنه طيبين، وكل سنه وكل الشعب المصري بالف خير. اخذنا راحه سلبيه يوم ونص اهو من يوم الخميس والجمعه، والبعثه سافرت يوم السبت، كان مقرر انها تسافر الجمعه، سافرت السبت عشان تاخد وقتها اكتر. اللعيبه مرهقه، اللعيبه مش في احسن صحه جسديه، الجو حر عليهم هناك. كابتن حسام هيعمل ايه؟ يعني بصي، كل ده مبررات، يعني لما نتكلم مبررات احنا لسه بنبتدي عشان نبتدي مبرر. في النهايه كل المنتخبات بتلعب في الفتره دي ماتشين في التصفيات، فبالتالي انه مش مجرد ضغط ماتشات، اصل اللعيبه تعبانه بدنيا و ذهنيا والى اخره، ولكن هو ده يعني ده حل كره القدم. فبالتالي انه كابتن حسام دخل معسكر مبكر قبل الاجنده الدوليه كمان بثلاث ايام او اربع ايام، ضم كل اللاعبين المحليين، مفيش بس اللي اتاخر، كابتن محمد صلاح وصل 1 يونيو، فبالتالي انه كانت كتيبته كلها جاهزه، هو استعد مبكرا للمباراتين لانه عارف انه المباراتين بتوع بوركينا فاسو وغينيا بيساو مهمين جدا في مشوار المنتخب للوصول لكاس العالم 2026، فبالتالي ان الفوز على بوركينا الناس ما كانش عاجبها الاداء قوي، ولكن في النهايه انت بتتكلمي في تصفيات، 3 بونت اهم شيء في القصه، لان احنا في السنوات يعني الماضيه احيانا كان بيبقى مستوانا عالي جدا وما كناش بنوصل كاس العالم، فبالتالي هي ماتشات التصفيات دي طبيعي تبقى كده، لانه بتلعبي كل 3 4 5 شهور وكل سنه ماتشين، فبالتالي انه تجمعت اللعيبه والقصص دي كلها ما تبقيش لسه دخلتي في اجواء انه كبطوله مجمعه انه بيزداد تركيز اللاعبين فيها يعني، فبالتالي انت حققت 50% من المهمه اللي هي الفوز على بوركينا، وعندك ال 50 الثانيه بماتش غينيا بيساو النهارده. الفوز على غينيا بيساو خلاص انت بتتكلمي في 12 نقطه لمنتخب مصر في صداره المجموعه، بتبعدي بفارق كبير عن اقرب منافس، انت عندك غينيا بيساو هو ثاني المجموعه برصيد 5 نقاط، فبالتالي احنا بالفعل بيننا وبينهم 4 نقاط يعني، اربعه ولو ربنا كرمك كسبت النهارده فبتتكلمي في في في, في 7 نقاط فارق بين المتصدر وبين الوصيف، فبتقدري هتديكي فرصه كبيره، انت بتتكلمي في 80% منتخب مصر وصل كاس العالم، خصوصا انه لما نيجي نتكلم بالورق العام هي اضعف مجموعه في التصفيات كاس العالم هي مجموعه مصر، ما عندكيش منتخب تقيل يتخاف منه زي المجموعات الاخرى، يعني كل مجموعه الكلام ده بقى لا مش هو هو الكلام ده هو اللي بيخوف لا ده كان بيحصل معانا الاول، كانت بتبقى المجموعه كده ولكن كان بيبقى فيه ماتش فاصل هو اللي كان بيعمل الازمه، انه اول المجموعه مع اول المجموعه، فبالتالي انه التصفيات دي ما فيهاش ماتش فاصل، هو خلاص تتصدري مجموعتك تروحي كاس العالم 2026، فالمهمه باتت اسهل لمنتخب مصر انه يبقى متواجد في كاس العالم. الطبيعي في ظل يعني النشوة الكروية اللي مصر بتعيشها، فوز الزمالك بالكونفدرالية وفوز الأهلي بدور الأبطال والأسماء اللي موجودة في منتخب مصر، ان انت تفكري هتعملي ايه في 2026 في كاس العالم، ان احنا نعمل ماتشات كويسة ونتقدم في كاس العالم، مش ان احنا نوصل ولا ما نوصلش كاس العالم، ده امر منتهي بكتيبة الأسماء اللي عندك دي، سواء المحليين او المحترفين، مع المجموعة السهلة دي، مع جهاز فني وطني، مع توفير كل الامكانيات الماديه وغير الماديه للمنتخب، يسافر بطياره خاصه ويرجع بطياره خاصه، يتوفر له كل شيء، مكافآت ومرتبات والى اخره، يعني اجواء عايشها المنتخب، اعتقد انه خلال سنوات كثيره فاتت ما كانش المنتخب يعني بيبقى فيه الدعم ده، سواء الدعم المادي او حتى الدعم الشعبي، انه يبقى الشعب كله ملتف حوالين الجهاز الفني بقياده كابتن حسام حسن ومجموعه اللاعبين، فبالتالي المفروض نتخطى قصة اصلي درجه الحراره، اصلي في النهايه اللعيبه بتلعب في فرصه ذهبيه، فرصه درجه الحراره طبعا، وبالتالي مش مبرر للعيبه انه لما يحصل دروب النهارده لا قدر الله، لا والله اصل ضغط الماتشات ودرجه الحراره كذا، كل الناس بتلعب في نفس التوقيتات وفي نفس الاجواء دي، فبالتالي لازم تتخطي القصه، خصوصا ما بتلعبيش منتخب كبير، هو منتخب غينيا بيساو يعني. طب واتساقا مع كلامك ده وانا متفق معاه جدا، ايه هي العوامل اللي خلاص يعني بتؤكد لينا او بتجبرنا كمصريين ان احنا لازم نخش كاس العالم، بالاضافه لاهتمام الدوله المصريه بملف الرياضه ودعمها في تطوير الاستادات وفي توفير الاجهزه وخلافه، بالاضافه لوجود لاعبين على مستوى دولي كبير زي محمد صلاح معانا في المنتخب، ايه هي العوامل اللي تقدر تقول ان هي فعلا بتصب ان احنا لا يا جماعه احنا يعني ما ينفعش احنا لازم نخش كاس العالم؟ هو في النهايه زي ما حضرتك ذكرت
انه جزء انه لما يبقى الدوله داعمه بشكل كبير جدا لمنتخب مصر وعندك الدعم المادي وعندك الدعم الشعبي انه الشعب كله ملتف حوالين المنتخب مصر وانه الناس كانت بتطالب بجهاز فني وطني، كانت بتطالب بكابتن حسام حسن مدير فني لمنتخب مصر، وده اللي حصل. حصل. فبالتالي انه في التفاف حوالين المشروع وتاريخ بتاع كابتن حسام وتاريخيا بالظبط، وشفنا كابتن جوهري كابتن حسن كل التجارب المصريه في قياده المنتخب يعني كانوا شاحلوا عليه بالظبط. ولكن قصه حسام حسن بالذات لانه حسام حسن ابن تجربه كاس العالم متاخر قوي في تولي مسؤوليه المنتخب، وانه كلام كتير اصل عصبي اصل بيعمل مشاكل اصل خناقات اصل كذا اصل ما خدش فرصه، فكابتن حسام متاخر قوي ان هو ياخد الفرصه بتاعه المنتخب. حسام حسن يعتبر مع كل التاريخ ده اول مره يتواجد في المنتخبات الوطنيه كمدير فني يعني. فبالتالي انه الناس كانت منتظره الفرصه بتاعه حسام حسن، يعني خلاص انت بالبلدي كده خلاص حسام حسن كلت دماغنا من كتر الحديث عن تولي حسام حسن مدرب منتخب مصر، تعالى بقى ونشوف انت احنا هنعمل ايه. في ناس بقت بتنتظر القصه دي. مع تولي كابتن حسام حسن بدا الالتفاف الشعبي انه الناس ذات نفسها عايزه تشوف منتخب مصر مع حسام حسن، ايه اللي هيحصل فيه؟ هل هنكرر تجربه كابتن محمود الجر الله يرحمه وتجربه كابتن حسن شحاته والثلاث بطولات امم افريقيا؟ هنشوف هنعمل ايه مع كابتن حسام حسن. بجانب ده الدوله المصريه واقفه مهمه جدا مع المنتخب ومع العناصر المنتخب سواء اللاعبين او كل ما تحتاجه من امكانيات ماديه وبشريه الى اخره. احنا حتى شفنا المعسكر اللي اتعمل او الدوره اللي قدرت تعمل في استاد العاصمه والعدد الكبير من الجماهير اللي كان حاضر والدعم والمؤازره لمنتخب مصر، ثم ان الحضور الكبير بتتكلم في 50,000 او 55,000 في استاد القاهره في مباراه بوركينا فاسو. السنوات اللي فاتت ما كناش بنشوف الاعداد دي متواجده في حضور مباراه المنتخب. فبالتالي الدعم بقى موجود، الاستقرار في المنتخب ما يعني ما فيش مشكله، هي بس بعض الحاجات اللي حصلت كابتن حسام وكابتن محمد صلاح، ولكن تم يعني انهاء الملف تماما. وكابتن صلاح حضر المعسكر وظهر حتى من الفيديوهات او من الصور انه العلاقه اللي بين كابتن حسام وكابتن صلاح عامله ازاي. صحيح. فبالتالي انا متبقي على الجهاز الفني واللاعبين ان هم يقوموا بدورهم، خصوصا انه مجموعتك سهله جدا مش صعبه، ما عندكش منتخب تقيل في المجموعه يقول ان ممكن يعمل لي مشكله. بس الكوره الافريقيه مش زي زمان، ما بقاش في حاجه اسمها فريق صغير وما بقاش في حاجه اسمها فريق كبير، مبقاش، ولكن في النهايه عندك لعيبه كويسه، عندك دفاع حديدي، يعني ثلاث لعيبه محترفين في دوريات مختلفه، اثنين في فرنسا وواحد في الدوري الدنماركي، فعندك برضو لعيبه شايله نفسها كويس قوي. ما حدش يقدر يتكلم، ما حدش يقدر يقول لا ان الكره الافريقيه ما تطورتش، ولكن هي في النهايه هي منتخبات. يعني ما نقدرش نقول انه مثلا منتخب السنغال زي منتخب غينيا بيساو، ما نقدرش نعمل حساب ده زي حساب ده. لو عندك منتخب تقيل في المجموعه نيجيريا كوت ديفوار السنغال المغرب تونس، نقدر نقول والله يا جماعه في ناس ان شاء الله هنكسب ان شاء الله هنكسب. لا احنا برد على مصطفى، هو بيقول العوامل اللي بتسهلها ان احنا فعلا حتى نتائج بقيه المنتخبات في المجموعه كلهم بيتعادلوا مع بعض. فبالتالي انت بتتكلمي في غينيا بيساو 5 نقاط، بوركينا فاسو 4 نقاط، بقيت بقى المنتخبات جيبوتي واثيوبيا وسيراليون نقطه نقطتين. فبالتالي بوركينا فاسو لو كسبت النهارده سيراليون تاخد 7 نقاط، تاخد ليه 7 نقاط؟ سيراليون عندها 2 نقطتين فتكسب هتبقى 7 نقاط، بوركينا فاسو يعني بوركينا 4. طيب ما انت لو كسبت هيبقى عندك 12 نقطة برضه. اه انت عندك 9 نقاط متصدر المجموعة، انت لعبت 3 ماتشات، كسبت جيبوتي 6-0 وكسبت سيراليون 2 وكسبت بوركينا فاسو 2، فبالتالي انت عندك غزارة تهديفية، عندك 9 نقاط تقدر تكسب النهارده تبقى 12 نقطة، بعدت خالص عن كل الفرق اللي معاك، وبنسبة 80% ضمنت نفسك في تصفيات كاس في موجود في كاس العالم. كابتن حسام كان عنده فرصة لطيفة قوي انه يذاكر منتخب غينيا بيساو، خصوصا بعد مباراة اثيوبيا وغينيا بيساو اللي انتهت طبعا بالتعادل السلبي، واغلب الاراء بتقول ان كابتن حسام مع بقى رجوع محمد حمدي ما عندوش مشكله خالص انه يرجع للطريقه اللي احنا متعودين عليها 4-3-3، هو هيبقى مستريح، اللعيبه متعوده على الطريقه ومستريحه، وكل واحد هياخد مكانه وان شاء الله المباراه هتعدي على خير. يعني الحمد لله عوده محمد حمدي للمنتخب عوده قويه، لانه محمد حمدي كان موقوف فما قدرش يبقى موجود في ماتش بوركينا فاسو مع اصابه احمد فتوح وخروجه من المعسكر. فبالتالي كابتن حسام كان عنده مشكله في 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 الجبهه اليسرى، واضطر ان هو يستدعي عمر كمال عبد الواحد يلعب في المركز ده وشارك كبديل يعني. فبالتالي انه مع اتاحه الفرصه لمحمد حمدي النهارده، اعتقد انه كابتن حسام مع كمان ان لاعب المباراه خارج مصر، فبالتالي انه كابتن حسام لازم يعدل طريقه اللعب. احنا شفنا ماتش بوركينا بيلعب ب 3-5-2، الماتش بتاع النهارده اعتقد انه هيرجع للطريقه القديمه بتاعه المنتخب 4-2-3-1، يدي فرصه كبيره لمحمد حمدي في الناحيه اليسرى ومحمد هاني في الناحيه اليمنى، وطبعا الاثنين مساكين ما اعتقدش ان هيبقى فيهم تغيير سواء محمد عبد المنعم او رامي ربيعه. نص الملعب اللي هيبقى فيه يعني بعض التعديلات، مش تعديلات كتيره، هو ممكن واحد يتشال او واحد ينزل لانه حمدي فتحي كان بيلعب ليبرو الماتش اللي فات، فبالتالي النهارده هيبقى موجود في نص الملعب مع
مروان عطيه، زيزو وصلاح وتريزيجيه يعني لا خلاف عليهم، وكمان في الهجوم مصطفى محمد، ويبقى محمد الشناوي هو حارس المرمى المنتخب في مباراه اليوم يعني، كما يعني وثق فيه كابتن حسام وخلال هو الحارس الاساسي في ماتش بوركينا يعني. يعني انت شايف ان التكتيك الافضل لحسام حسن في 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 المباراه الافضل ايه؟ 3 5 2 ولا 4 3 3؟ بص، هي في النهايه كلها طرق لعب، ولكن مفيش حاجه اسمها اصل انا بلعب بالطريقه دي هكمل بيها. كل مباراه وليها ظروفها. انت الماتش بوركينا انت بتلعب على استاد القاهره في ارضك، فبالتالي انت عندك عايز قوه هجوميه اكتر، فبالتالي انت امنت دفاعاتك بحمدي فتحي كثالث يعني مع ربيعه ومع عبد المنعم، واديت مساحه كبيره جدا لنص الملعب او الخط الهجومي انه، وشفنا ده كمان مبكرا، انت بتتكلم في اول 8 دقايق كان منتخب مصر سجل جونين، وبالتالي بدا الريتم يعني يتراجع شويه مع اللياقه البدنيه مع اللياقه الذهنيه، فبدا انه نشوف الماتش سجال بين المنتخبين، لحين انه منتخب بوركينا يعني خطف جون في الشوط الثاني وانتهى المباراه على هذا الاساس يعني. مباراه اليوم اعتقد مختار انك بتلعب خارج ارضك، فبالتالي لازم تامن شويه نص ملعبك، رجع لك الباك ليفت الاساسي بتاعك اللي هو محمد حمدي، فما عندكش. طب ما تقولي هيبتدي مين؟ قسم لي كده. محمد الشناوي في حراس المرمى، الرباعي خط الدفاع محمد هاني، رامي ربيع، محمد عبد المنعم، محمد حمدي، قدامهم محمد صلاح، زيزو، حمدي فتحي، مروان عطيه، تريزيجيه، وفي الهجوم مصطفى محمد. ده التشكيل بغالبيته النهارده، خصوصا كمان انت لازم تامن نص ملعبك في ماتش النهارده، ماتش غينيا بيساو. لما نيجي نتكلم على غينيا بيساو مشوارها حتى في التصفيات، اولا ما عندهمش غزاره تهديفيه، انت بتتكلم في لعبه ثلاث ماتشات بتتكلم سجلوا ثلاث اجوان ودخل مرماهم هدفين، فبالتالي انه يعني لا بيخش فيه اهداف كتير ولا بيسجل اهداف كتير، فعنده يعني توازن في الناحيه الهجوميه والدفاعيه تقدر تستغل ده. منتخب مصر هو متصدر المجموعه، منتخب مصر سجل 10 اهداف حتى الان في الثلاث ماتشات السابقين، فبالتالي عندك غزاره تهديفيه، عندك ثلاثه من نجوم المنتخب محمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد بيسجلوا بغزاره تهديفيه تقدر تستغلهم النهارده، انك انت تخطف جون واثنين وتريح الماتش بدري بدري وترجع من غينيا بيساو بالثلاث نقاط وتصدر المجموعه. محمد صلاح النهارده هيرجع ذكريات 21 في المباراه الوحيده اللي لعبنا فيها مع غينيا بيساو يعني. نتمنى هدف. انه كابتن صلاح ما شفناش الماتش اللي فات، ماتش بوركينا، ظهر باداء كويس في الشوط الاولاني ويعني صنع جون من الاثنين، نتمنى انه يكرر النهارده في غينيا بيساو ونشوف صلاح بيسجل مره اخرى، خصوصا كمان انه مع التغيير الكبير اللي حصل في محمد صلاح، وشفناه حتى بعد مباراه بوركينا فاسو بيتوجه للجمهور المصري اللي كان موجود في المدرجات وبيحيي الجمهور، فبالتالي انه بعد الفترات اللي فاتت اللي كان فيها يعني زي ما يقولوا لغط كتير وبتاع، بدات العلاقه يعني تتحسن تدريجيا، فبالتالي تسجيل صلاح اليوم يواصل بقى يعني تسجيله للاهداف، انه هيخش كمان في منافسه مع كابتن حسام حسن الهداف التاريخي لمنتخب مصر ومدربه حاليا، فبالتالي انه صلاح عنده فرصه انه يتخطى كابتن حسام حسن في كهداف تاريخ المنتخب المصري يعني. ما اعتقدش ان في فرصه احسن من كده، المنتخب المصري لازم ياخد يعني خطوات جاده ويعيد امجادنا في البطولات سواء القاريه او العالميه. بنشكرك كابتن محمد مهدي النقد الرياضي، نورتنا وشرفتنا النهارده في استوديو صباح الخير. شكرا جزيلا.